المقصد الأول من مقاصد السورة في خمس آيات من الآية الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين. في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويًا موجهاً إلى العالم كله بثلاثة مطالب: أولًا: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا. ثانيًا: أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. ثالثاً: أن اتقوا أليم عذابه وابتغوا جزيل ثوابه. هذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية. تراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي من المبدأ إلى الواسطة إلى الغاية. وترى كل واحد من الركنين الأولين قد اقيم على اساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبهه اما الركن الثالث فقد جيء به مجردا عن هذا النوع من البرهان ولكن نفخ فيه من روح الالهاب وتحريك الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان على انك اذا انعمت النظر في هذا الركن وجدته في غنى عن برهان جديد بعد تقرر سابقيه اذ هو منهما بمنزله النتيجه المنطقيه من مقدماتها ارايت لو ان ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه اليك سفيرا يحمل رساله منه وايقنت ان الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه اكان يعوزك برهان جديد لتحقيق ما يحويه الكتاب من عجيب الانباء والنذر بعدما وقر في نفسك من العلم بانه كلام من اذا قال صدق واذا وعد انجز فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مفرعا على ما تقرر في امر النبوات وبضرب من التخلص هو غايه في الحسن والبراعه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار عنوان عود على بدء في أربع عشرة آية من الآية السادسة والعشرين حتى التاسعة والثلاثين بدأ الكلام في السورة كما علمت بوصف القرآن بما فيه من الهدى إجمالاً فكان من الحق ان يعود الى وصف طريقه القران في هذه الهدايه ليقول انها هدايه كامله بالبيان الوافي الشامل لكل شيء فانظر كيف مهد لهذا الانتقال تمهيدا يتصل من اول السوره الى هذا الموضع اما المقدمه فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفا شافيا ضرب للناس امثالهم وحقق ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم واما المقصود فقد بين فيه ان لله وحده المثل الاعلى الذي لا يشاركه فيه شيء من الانداد ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المعجزه العالميه التي لا يستطيع احد من دون الله ان ياتي بمثلها ثم ذكر مثل النار التي أعدت للكافرين ومثل الجنة التي وعد المتقون فتراه قد تناول في هذه الأمثال ضروبا شتى من الحقائق علوية وسفلية مادية ومعنوية حتى كانت نهاية الحديث أن عرض ما في الجنة من أنواع المتع واللذائذ الشخصية والجنسية تلك المعاني التي قد يستحي المرء من ذكرها وقد يخالها الجاهل نابيه عن سنن الخطاب الالهي الاعظم غافلا عن انه الحق الذي لا يستحيي من الحق وانه الرحيم الذي يتنزل برحمته الى مستوى العقول البشريه فيبين لهم كل ما يحتاجون الى بيانه مما يحبون او يكرهون ومما يرجون او يحذرون وهكذا ساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوته الى استنباط القاعده الكليه منها ببيان ان هذه هي طريقه القران في هدايته فهو يضرب الامثال كلها ويبين الحقائق حلوها ومرها واضعا كل شيء في موضعه مسميا له باسمه لا يبالي ان يتناول في بيانه جلائل الامور او محقراتها ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها حقا ان شان هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع شان كتاب الاعمال في تفصيل الحسنات والسيئات كلاهما لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وكما ان وصف القران بالهدى اجمالا قد جر هناك الى ذكر انقسام الناس في قبول هدايته والى النعي على من اعرض عنه كذلك وصف طريقته في الهدايه قد جرها هنا الى مثل هذا التقسيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والى النعي على الضالين بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم وما يضل به الا الفاسقين وكما ان بيان اوصافهم هناك قد جلاهم امام السامع في صوره تحرك داعيته لسماع ندائهم بالنصح والتعليم كذلك بيان اوصافهم هنا قد استفز النفوس الى سماع مخاطبتهم بالتعجيب والانكار كيف تكفرون بالله الى اخر الايات ثانيا وكذلك عاد الكلام الى المقصد الاول باركانه الثلاثه ولكن في ثوب جديد اما في الركن الاول فقد سمعته هناك يامر بعباده الله وتسمعه هنا ينهى عن الكفر بالله وهناك ذكرهم بنعمه ايجادهم مجمله وهنا يذكرهم بها مفصله متممه وهناك عرفهم بنعمه تسخير الارض والسماء لهم وهنا يعرفهم بذلك في شيء من التفصيل واما في الركن الثاني فقد ذكر هناك نبوه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وهنا يذكر نبوه ذلك النبي الاول ادم عليه السلام لنعلم ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل وان امر التشريع والنبوات امر قديم يتصل بنشاه الانسان وقد مهد لهذا البيان بذكر تاريخ تلك النشاه العجيبه وما جرى في شانها من الحديث مع الملائكه ذلك الحديث الدال على مزيد العنايه الالهيه بهذا النوع البشري اذ اختاره الله لخلافه الارض واثره على سائر الخلق بفضيله العلم ليكون الامتنان بذلك جاريا مع الامتنان بالنعم المذكوره في الركن الاول على احسن نسق ثم اتصل من هذا التفصيل الى شرح ما نشا عنه من حسد ابليس وعداوته القديمه للانسان الاول ومخادعته اياه بوساوسه وما انتهى اليه امر الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما بالتكاليف وهو كما ترى حديث يطلب بعضه بعضا وياخذ بعضه باعناق بعض واما في الركن الثالث فقد رايته هناك يصف الجنه والنار بما لهما من وصف رائع او مروع وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين اهلهما ناظما وضع الاجزيه مع وضع التكاليف في سلك واحد ومتخلصا احسن تخلص من احدهما الى الاخر بتقرير ان اتباع التكاليف او عدم اتباعها هو مناط السعاده او الشقاوه في العقبى ولقد ختم الكلام هنا كما ختمه في المقدمة بشأن المخالفين تمهيدا للانتقال مرة أخرى إلى نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني عنوان المقصد الثاني من مقاصد السورة في ثلاث وعشرين ومائة آية من الآية الأربعين الى الثانيه والستين بعد المئه بحسبك ان تعلم ان هذه السوره هي غره السور المدنيه وان المدينه كان يسكنها اشد الناس عداوه للذين امنوا واكثرهم جدالا في دينهم بما اوتوه من العلم قبلهم بحسبك ان تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العنايه الموفوره بهذا الجانب من الدعوه نعني به دعوه بني اسرائيل خاصه بعد دعوه الناس عامه ولتعلم حكمه ذلك التبسط في الحديث معهم تاره والحديث عنهم تاره اخرى بالوان تختلف هجوما ودفاعا واستماله واستطاله الى ما بعد نصف السوره وسترى حين تنتقل في هذه الاحاديث مرحله مرحله ما يملك قلبك من جمال نظامها ودقه تقسيمها بدا الكلام معهم بايه فذه الايه الاربعون هي على قله كلماتها جامعه لاغراض الحديث كله ففيها يناديهم باحب اسمائهم واشرف انسابهم ويذكرهم بسابق نعمه الله عليهم اجمالا ويبني على ذلك دعوتهم الى الوفاء بعهدهم ويرغبهم ويرهبهم ثم رجع الى هذه الاغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به في ست ايات من الايه الحاديه والاربعين الى السادسه والاربعين وبين مقدار النعمه التي امتن بها عليهم في الايه السابعه والاربعين ومقدار المخافه التي خوفهم منها في ايه اخرى هي الثامنه والاربعون ثم قسم الحديث الى اربعه اقسام القسم الاول يذكر فيه سالفه اليهود منذ بعث فيهم موسى عليه السلام القسم الثاني يذكر فيه احوال المعاصرين منهم للبعثه المحمديه القسم الثالث يذكر فيه اوليه المسلمين منذ ابراهيم عليه السلام القسم الرابع يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثه اولا ذكر سالفه اليهود من الايه التاسعه والاربعين الى الرابعه والسبعين وهو القسم الاول من الحديث في المقصد الثاني من مقاصد سوره البقره استهل الخطاب في هذا القسم بثماني ايات يعرف فيها بني اسرائيل بتفاصيل المنن التي امتن بها عليهم مره بعد مره وهي تلك النعم التاريخيه القديمه التي اتصل اثرها وسرى نفعها من الاصول الى الفروع فجعل يذكرهم بايام الله فيهم يوم انجاهم من ال فرعون ويوم انجاهم من اليم واغرق اعداءهم فيه ويوم واعدهم بانزال الكتاب عليهم ويوم حقق وعده بانزاله ويوم قبل توبتهم عن الرده والشرك بالله ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه وانها لنعم جليله سابقه للذنب ولاحقه تلين ذكراها القلوب وتحرك الهمم لشكر المنعم وامتثال امره وقبل ان ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليله المطمعه للشاكرين في المزيد الى تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبه للامتثال والاعتبار جعل بين الحديثين برزخا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به بعد ان اعد النفس للسير على هذا البرزخ بالتفاته يسيره فيها رمز الاعراض وعدم الرضا فبين انه تعالى متعهم فوق هذا كله متاعا حسنا اذ ضلل عليهم الغمام ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيئا من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا كد ولا نصب فظلموا انفسهم وبطروا تلك النعمه وحرفوا كلمه الشكر بتبديلها هزوا ولعبا واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء، فألزمهم الله ما التزموا، وضرب عليهم الذلة والمسكنة. وهنا محض الحديث لذكر المخالفات والعقوبات، فذكر أنهم باءوا بغضب من الله، لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين، غير أنه استثنى المؤمنين منهم من هذا الغضب. وتمردوا على اوامر التوراه جمله حتى ارغموا عليها ثم تولوا عنها بعد ذلك حتى صاروا جديرين بان ينزل بهم ما نزل باهل السبت لولا فضل الله عليهم وانهم تباطؤوا في تنفيذ امر نبيهم وبلغ بهم الجهل بمقام نبوته ان ظنوا في بعض تبليغه عن ربه انه هازل فيه غير جاد عنوان فرعي حلقه الاتصال بين القسمين الاول والثاني في الايه الرابعه والسبعين وهو ضمن الحديث في المقصد الثاني من مقاصد سوره البقره واراد القران ان يصل حاضرهم بماضيهم فانظر كيف وضع بينهما حلقه الاتصال في هذه الايه التي ختم بها القسم الاول يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقوله: من بعد ذلك كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة ولم تحدد نهايته، كأنها بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار، وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السامع. حتى يظن ان الحديث قد اشرف به على العصر الحاضر ثم لم يلبث هذا الظن ان ازداد قوه بصيغه الجمله الاسميه في قوله فهي كالحجاره دون ان يقول فكانت كالحجاره ثم انظر كيف كان انتهاؤه الى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئه لتغيير الاسلوب فيهم فان من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوه التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه نابيا عن الحكمه ويصير جديرا بصرف الخطاب عنه الى غيره ممن له قلب سليم وهكذا سينتقل الكلام من الحديث معهم في شان سلفهم الى الحديث معنا في شانهم انفسهم عنوان: ثانيا: ذكر اليهود المعاصرين للبعثة من الآية الخامسة والسبعين إلى الحادية والعشرين بعد المئة. وهو القسم الثاني من الحديث في المقصد الثاني من مقاصد سورة البقرة. افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها وما بعدها من السرد الاخباري جمله استفهاميه يكتنفها حرفان عجيبان احدهما يعيد الى الذاكره كل ما مضى من وقائع القسم الاول والاخر يفتح الباب لكل ما ياتي من حوادث هذا القسم وتقع هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة بين أسباب مضت وأسباب تأتي. "أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم" فهذه الفاء تقول لنا: أبعد كل ما قصصناه يطمع طامع في إيمان هؤلاء القوم؟ وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث وهذه الواو تقول ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ويعود السرد الاخباري الى مجراه التفصيلي فيقص علينا من مساوئ اوصاف الحاضرين منهم ومنكرات افاعيلهم واقاويلهم زهاء عشرين سببا لا تبقي مطمعا لطامع في ايمانهم سواء منها ما كان مختصا بهم وما كان يشاركهم فيه غيرهم من اسلافهم او من النصارى او الوثنيين ثم لا يدع زعما من مزاعمهم الا قفى عليه بما يليق به من الرد والتفنيد وقد بدا هذا الوصف بتقسيمهم الى فريقين علماء يحرفون كلام الله ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم لئلا يكون حجه عليهم وجهلاء اميين هم اسار الاماني والاوهام وضحايا التضليل والتلبيس الذي ياتيه علماؤهم فمن ذا الذي يطمع في صلاح امه جاهلها مضلل مخدوع ياخذ باسم الدين ما ليس بدين وعالمها مضلل خادع يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله وثنى ببيان منشا اجترائهم على كل موبقه الا وهو غرورهم بزعمهم ان النار لن تمسهم الا اياما معدوده ولقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوسع هذا الزعم دحضا وابطالا وان يتدرج معهم في هذه المجادله على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم فيبدا بمطالبتهم البرهان على ما زعموا ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الالهي الذي لا يعرف شيئا من الظلم ولا المحاباه لاحد بل الخلق امامه سواء كل امرئ رهين بعمله ومن يعمل سوءا او حسنا يجز به ثم يعارضه بقلب القضيه عليهم مبينا لهم انهم من اولئك الذين كسبوا السيئات واحاطت بهم خطيئاتهم الم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوى الله والاحسان الى الناس فتوليتم الم يؤخذ عليكم الميثاق بترك الاثم والعدوان فاعتديتم ثم امنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض وحكمتم اهواءكم في الشرائع فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ثم أتبع ذلك سائر هناتهم فذكر: أولاً: تصامّهم عن الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة. ثانياً: كفرهم بالكتاب الجديد لأنه أنزل على غيرهم بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين. ثالثا دعواهم القيام بواجبهم وهو الايمان بما انزل عليهم وكفى مع انهم كافرون حتى بما انزل عليهم وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل واشربوا حبه في قلوبهم رابعا زعمهم ان لهم الدار الاخره خالصه ثم مناقضتهم انفسهم في ذلك بكراهتهم الموت وشده حرصهم على الحياه خامسا عداوتهم لجبريل لانه انزل الكتاب على غيرهم مع انه انما انزل بعلم الله سادسا تكرر نبذهم للعهود سابعا اشتغالهم بكتب السحر وترك كتاب الله وراء ظهورهم ثامنا ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة تنطوي على الاستهزاء به والطعن في دينه، وإن كان ظاهرها التعظيم له أو يراد منها إحراجه بكثرة الأسئلة والمقترحات، كما سئل موسى عليه السلام من قبل، وقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة. ويستطرد المؤلف رحمه الله تعالى في الحاشيه يقول هي قول راعنا وهي كلمه ظاهرها الادب ولكنها في العربيه لها معان اخرى حمقاء وفي العبرانيه كلمه شتم قريبه منها فان لفظ رع عند اليهود معناه شقي شرير ولفظ راع معناه الشر والشقاوه فاذا اضيف الى ضمير المتكلمين صار بلسانهم راعين ومعناه في الخطاب انت ضرنا وشقوتنا ولعلهم والله اعلم كانوا يلوون السنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغه العربيه سترا لنيتهم واكتفاء بالرمز المفهوم فيما بينهم فامر الله المؤمنين ان يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقول انظرنا حتى لا يجد المنافقون سبيلا الى التلاعب بلفظ ذي وجهين او ايضا فان راعنا كلمه يقولها السائل المستقصي يطلب بها اصغاء المسؤول اليه حتى يفرغ هو من اسئلته وتلك عاده اليهود عند اكثارهم من السؤال فامر الله المؤمنين ان يحافظوا على حسن الاستماع حتى لا يحتاجوا الى السؤال وان يقولوا انظرنا وهي كلمه يقولها المتعلم اذا اراد التثبت مما يقال له لا الزياده عليه هنا انتهى كلام المؤلف في الحاشيه واعود الى استكمال حديثه في متن الكتاب عن هناه اليهود المعاصرين للبعثه فيقول عليه رحمه الله تاسعا حقدهم واثرتهم هم وسائر المخالفين من اهل الكتاب والمشركين وكراهيتهم ان ينزل الوحي على غيرهم مع ان لله ان يختص بنبوته من يشاء وله ان ينسخ شريعه وياتي بشريعه اخرى مثلها او خير منها عاشرا رغبه كثير منهم في ان يرد المؤمنين كفارا حادي عشر زعم كل من اليهود والنصارى انه لن يدخل الجنه غيرهم أماني يتمنونها بغير برهان ثاني عشر طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود ليست النصارى على شيء وقول النصارى ليست اليهود على شيء وطعن المشركين في كلتيهما ثالث عشر اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله رابع عشر اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد اليه. خامس عشر اشتراكهم في التوقف عن الايمان بالرسل عليهم السلام حتى يكلمهم الله بغير واسطه او ينزل عليهم آية ملجئة. ثم ختم الهنات بأدعاها الى اليأس من ايمانهم وهي انهم يطمعون في تحويل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الى اتباع اهوائهم فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلا، ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، يؤمنون بهذا الهدى الذي جاء به، والكافرون هم الخاسرون. عنوان ثالثا ذكر قدام المسلمين من لدن إبراهيم عليه السلام من الآية الثانية والعشرين بعد المئة إلى الرابعة والثلاثين بعد المئة، وهو القسم الثالث من الحديث في المقصد الثاني من مقاصد سورة البقرة. شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع، يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها وينقيها من حشائشها الضارة، قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة، او يغرس فيها الاشجار النافعه وكذلك الداعي الحكيم يبدا بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها الى طريق الحق والهدى فهذان دوران يقوم في احدهما بالتطهير والتخليه وفي الثاني بالتكميل والتحليه وانت قد رايت الكلام في دعوه بني اسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نهاية الدور الأول أليس من الحق إذن أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علمه لنبيه وذكر الفريق الذي يرجى ايمانهم به من اهل الكتاب وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته اليس هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح ثم رايت الحديث في الدور الاول منقسما الى قسمين قسم يتحدث فيه عن ماضي اليهود وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم الا يكون من حسن التقابل ان يقسم الحديث الثاني الى القسمين عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم ذلك هو ما تراه فيما يلي بل سترى ما هو مقابله ومشاكله فسيجري الكلام في القسم الاول هنا على سنن الخطاب مع بني اسرائيل والكلام في القسم الثاني على سنن التحدث عنهم كما جرى هنالك في القسمين سواء واكبر من هذا كله انك ترى الايتين الكريمتين اللتين صدر بهما اول الحديث هناك قد صدر بهما اول الحديث هنا ليدعوهم الى اعتناق الحق بمثل ما دعاهم به الى اجتناب الباطل وليتقرر في نفس السامع من اول الامر ان الحديث سيعود كما بدا ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق وبمعنى جديد هو عدل لذلك المعنى القديم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى آخر الآيات. وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح، لا بأسلوب الأمر والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم، بل بأسلوب قصصي جذاب، يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية، التي لا يختلف احد من اهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها ومحبتها ومحبه الانتساب اليها مكررا على لسانهم جميعا تلك الكلمه العذبه التي تركها ابراهيم عليه السلام في عقبه فتوارثها ابناؤه واحفاده يوصي كل منهم بها بنيه كلمه الاسلام لله رب العالمين وتراه في اثناء عرضه لتاريخ ابراهيم عليه السلام وامامته للناس لا ينسى ان يحكي كلماته التي دعا بها ربه ان يجعل من ذريته اماما للناس كما جعله هو ثم تراه حين يروي قيام ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام ببناء البيت المعظم الذي جعله الله حرما امنا ومثابه للناس وقبله لصلاتهم لا ينسى ان يحكي تضرعهما الى الله ان يجعل من ذريتهما امه مسلمه وان يبعث فيهم رسولا منهم يعلمهم ويزكيهم ممهدا بهذا وذاك لتقرير تلك الصله التاريخيه المتينه التي تربط هذا النبي صلى الله عليه وسلم وامته بذينك النبيين الجليلين عليهما السلام لا صله البنوه النسبيه فحسب بل صله المبدا ورابطه الوحده الدينيه ايضا فهم من ذريتهما ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهما وملتهم ملتهما وقبلتهم قبلتهما ومثابتهم في حجهم مثابتهما ومقررا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبه المشرفه عن اليهود الذين ينتسبون بالبنوه لابراهيم ويعقوب عليهما السلام وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما مخالفون فماذا يغني النسب عن الادب ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون رابعا ذكر حاضر المسلمين وقت البعثه من الايه الخامسه والثلاثين بعد المئه الى الثانيه والستين بعد المئه وهو القسم الرابع من الحديث في المقصد الثاني من مقاصد سورة البقرة، واتصل ذكر الخلف بذكر السلف، وخرج الكلام من التلويح الى التصريح، فاقبل يقرر في جلاء صلة هذه الامة المسلمة بتلك الامة الصالحة في اصول ملتها وفي اهم فروعها، ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الاحلام من بني اسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصله وذلك بدعوتهم المسلمين الى اتباع ملتهم تاره وبالطعن في قبلتهم تاره اخرى ويكر على كلتا المحاولتين بالهدم والاستئصال وقد رأيت الحديث الآن فكيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم عليه السلام بذكر قبلته، فانظر كيف كان ذلك تأسيسا قويا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم، قال في شأن الملة: "إن أهل الكتاب يدعونكم بعد هذا البيان أن تكونوا هودا أو نصارى، فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا" وعرفوهم جليه الامر في هذه المله الحنيفيه وانها ايمان بالله وايمان بكل ما انزل على النبيين لا نفرق بين احد منهم هذه عقيدتنا بيضاء ناصعه فاي ركنيها تنقمون منا وفي ايها تخاصموننا افي الله وهو ربنا وربكم ام في ابراهيم وبنيه عليهم السلام وهل كانوا هودا أو نصارى؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكان هذا الترديد وحده كافيا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هذه الناحية، إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها. فانتقل عنها وشيكا الى ابطال محاولتهم الاخرى في مساله الكعبه المعظمه التي عليها يدور العمل بشعيرتين هما اعظم شعائر الاسلام واظهرها الصلاه والحج والتي قد تقرر ما لها من الاصل الاصيل في الدين باتخاذ ابراهيم واسماعيل عليهما السلام اياها مثابه ومصلى ولكن هذا لم يكن كافيا لاسكات المجادلين الذين اتخذوا من تحول المسلمين اليها وتركهم القبله التي كانوا عليها مطعنا على النبوه فتنوا به بعض ضعفاء المؤمنين فمست الحاجه الى مزيد بسط في شانها تتقرر به الحجه وتدحض به الشبهه ولذلك تراه يوجه اليها اكبر الشطرين من عنايته فيامر النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء ان يجيب المتسائلين عن حكمه هذا التحويل جواب عزه واباء يرد الامر فيه الى من لا يسال عما يفعل قائلا لهم ان الجهات كلها سواء يوجهنا الله منها الى ما يشاء وهو الذي يهدي الى الصراط المستقيم ثم اخذ يامر النبي صلى الله عليه وسلم تاره والمؤمنين تاره ويامرهما معا تاره اخرى في اسلوب مؤكد مفصل ان يثبتوا على هذه القبله حيث هم وفي كل مكان يقيمون فيه حضرا وفي كل مكان يخرجون منه سفرا وطفق ينثر في تضاعيف هذه الاوامر المؤكده ما شاء من تعريف باسرار التشريع القديم والجديد فيقول ان تشريع تلك القبله الوقتيه ما كان الا اختبارا لايمان المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه واما تشريع هذه القبله الباقيه فانه ينطوي على الحكم البالغه والمقاصد الجليله فهي القبله الوسطى التي تليق بكم ايتها الامه الوسطى وهي القبله التي ترضاها يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم والتي طالما قلبت وجهك في السماء مستشرفا الى الوحي بها وهي القبله التي يعلم اهل الكتاب انها الحق من ربهم وان كانوا يكتمون ذلك حسدا وعنادا وهي القبله التي يشهد الله بانها الحق من عنده وأخيرا هي القبلة التي لا يبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم، أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لكم، ولكن لا تخشوهم بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل، فإن الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدًا عن الشعائر التي في داخل المسجد الحرام فحسب، بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم عليه السلام، ولكنهم يكتمون ما انزله الله من البينات وهم يعلمون ارايت هذه المراحل الاربع التي سلكها القران في دعوه بني اسرائيل كيف رتبها مرحله مرحله وكيف سار في كل مرحله منها خطوه خطوه فارجع البصر كره اخرى الى هذه المرحله الاخيره منها لتنظر كيف استخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين وجعلها حلقه اتصال بين مقصدين متنائيين فهي في جملتها مناجاه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في خاصه شانهم وفيما يعنيهم من امر دينهم ولكنه جعل لهذه النجوى طرفين لون كل طرف منها بلون المقصد الذي يتصل به فالتقى المقصدان فيها على امر قد قدر الم تر كيف بداها بان قص على المؤمنين مقاله اعدائهم في بعض حقائق الاسلام وعمد الى هذه الحقائق التي تماروا فيها فجعل يمسح غبار الشبهه عن وجهها حتى جلاها بيضاء للناظرين فكانت هذه البدايه كما ترى نهايه لتلك المعارك الطويله التي حورب فيها الباطل في كل ميدان ثم رايت كيف ساق الحديث فجعل يثبت اقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظريه والعمليه ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما ايه افلا تكون هذه النهايه بدايه لمقصد جديد بعدها يراد به هدايه المؤمنين الى تعاليم الاسلام مفصله بلى ان ذلك هو ما يوحي به سياق هذه النجوى المتواصله التي مدت في خطاب المؤمنين مدا وحولت مجرى الحديث معهم رويدا رويدا حتى صار كل من القى سمعه اليها مليا يسمع في طيها نداء خفيا ان فرغنا اليوم من الاعداء جهادا واقبلنا على الاولياء تعليما وارشادا وان قد طوينا كتاب الفجار وجئنا نفتتح كتاب الابرار وان هذه الصفحه الاخيره من دعوه بني اسرائيل لم تك الا طليعه من كتائب الحق تنبئ ان سيتلوها جيشه الجرار او شعاعه من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل الى بياض النهار الا ترى الميدان قد اصبح خاليا من تلك الاشباح الاسرائيليه التي كانت تتراءى لك في ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ أولا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية، قد انبعثت يسوق بعضها بعضا؟ أصول جامعة نظرية، تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية، الم يان لسائر الفروع ان تجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها هكذا تفتحت الاذان لسماع شرائع الاسلام مفصله فلو انها اقبلت علينا الان عدا وسردا ما حسبنا الحديث عنها حديثا مقتضبا لكن القران وقد وضع على ادق الموازين البيانيه وارفقها بحاجات النفوس لم يشا ان يهجم على المقصود مكتفيا بهذا التمهيد بل اراد ان يقدم بين يديه شقه تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد وتاخذ اهبتها لرحله اخرى الى ذلك المقصد الجديد فانظر فيما يلي المدخل الى المقصد الثالث في خمس عشرة آية من الآية الثالثة والستين بعد المئة إلى السابعة والسبعين بعد المئة. نيف وعشر من الآيات الكريمة هي بمثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعها السائر في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى تقرير وحدة الخالق المعبود. الخطوة الثانية تقرير وحدة الآمر المطاع. الخطوه الثالثه فهرس اجمالي للاوامر والطاعات المطلوبه الخطوه الاولى تقرير وحده الخالق المعبود لقد جاءت هذه الخطوه في اشد اوقات الحاجه اليها بين سابقها ولاحقها فإنما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة كان من شأنه أن يلقي في روع الحديث العهد بالإسلام معنى من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد ولا سيما وهذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حولها ومن فوقها فوجب ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد والا نترك هذه الخلجات النفسيه دون دفع وابعاد حتى لا يبقى شك في ان قيام المصلين عند مقام ابراهيم عليه السلام وتوجيه وجوههم نحو الكعبه وتمسح الطائفين باركانها وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا والمروه كل اولئك لا يقصد به الاسلام توجيه القلوب الى هذه الاحجار والاثار تزلفا بعبادتها او رجاء لرحمتها او طلبا لشفاعتها وانما يقصد تعظيم الاله الحق وامتثال امره بعبادته في مواطن رحمته ومظان بركته التي تنزلت فيها على عباده الصالحين من قبل ثم تجديد ذكرى اولئك الصالحين في النفوس وتمكين محبتهم في القلوب باقتفاء اثارهم والتاسي بحركاتهم وسكناتهم حتى يتصل حاضر الامه بماضيها وحتى تنتظم منها امه واحده تدور حول محور واحد وتتجه الى مقصد واحد هو اعلى المقاصد واسماها والهكم اله واحد لا اله الا هو اتدرون من هو انه ليس الكعبه وليس الصفا والمروه ليس ابراهيم عليه السلام ولا مقام ابراهيم ولكنه الرحمن الرحيم الذي وسع كل شيء رحمه ونعمه ان في خلق السماوات والارض الى اخر الايه لايات لقوم يعقلون والذي بيده القوه كلها والباس كله لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه واما من جانب المقصد الذي اقبلنا عليه فان هذه الخطوه كانت اساسا وتقدمه لا بد منها قبل الشروع في تفصيل الاحكام العمليه لتكون توجيها للانظار الى الناحيه التي ينبغي ان يتلقى منها الخطاب في شان تلك الاحكام ذلك ان المرء اذا عرف ان له سيدا واحدا واسلم وجهه اليه وجب الا يصدر الا عن امره ولا ياخذ التشريع الا من يده ومن كانت له ارباب متفرقون وتنازعت فيه شركاء متشاكسون تقاضاه كل واحد منهم نصيبه من طاعته وكثرت عليه مصادر الامر المطاع فامر للاباء والعشيره وامر للعرف والعوائد الموروثه والمستحدثه وامر للساده والكبراء وامر للشياطين والاهواء ولذلك عززها بالخطوه الثانيه الخطوه الثانيه تقرير وحده الامر المطاع وهي ركن عقيده التوحيد في الاسلام فكما ان من اصل التوحيد الا تتخذ في عبادتك الها من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع كذلك من اصل التوحيد الا تجعل لغيره حكما في سائر تصرفاتك بل تعتقد ان لا حكم الا له وان بيده وحده الامر والنهي والحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ومن استحل حرامه او حرم حلاله فقد كفر وكما انه لا يليق ان يكون هو الخالق ويعبد غيره والرازق ويشكر غيره لا يليق ان يكون هو الحاكم ويطاع غيره يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوا من مسلكه في تقرير وحدة الإلهية، فبدأها بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة في سهولة الشريعة وملائمتها للفطرة، إذ أنه في سعة الاختيار لم يحرم عليهم من الطعام إلا أربعة أشياء، كلها رجس خبيث، وأحل لهم ما وراء ذلك. ان ينتفعوا بسائر ما في الارض من الحلال الطيب وفي ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعا عنها الحرج فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وناهيك بهذا الاسلوب تليينا للقلوب وحملا لها على الخضوع لامر هذا الرب الرؤوف بعباده أفمن يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث أحق أن يطاع؟ أم من يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أم من لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ثم ختمها بتعريفهم مبلغ غضبه وانتقامه ممن يكتم أمره ونهيه. ويبدلهما بغير ما امر ونهى وياخذ على ذلك الرشا والسحت اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم والناظر في منهج هذا التقرير اذا تامل في وجه اختيار حديث المطاعم والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف به أنه هو العروة الوثقى التي شد بها وثاق البيان، وسدت بها الفروج بين خطواته السابقة واللاحقة، فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها الحديث عما قريب، فذكره هنا يعد شعارا بقرب الشروع في المقصد الجديد، ثم هو من الجهه الاعتقاديه يتصل اتصالا تاريخيا وثيقا بعقيده التوحيد التي هو بصددها ذلك ان اهل الجاهليه من وثنيين وكتابيين لما اتبعوا خطوات الشيطان فازلهم عن توحيد المعبود حتى اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله لم يطل عليهم الامد حتى فتح لهم باب التشريك في التشريع بعد التشريك في العباده فجعلوا يحرمون من الحرث والانعام حلالها ويحلون حرامها بل جعلوا عند ذبح انعامهم يهلون بها لغير الله اي يهتفون باسماء الهتهم ويستحلون طعمتها بذلك فجمعوا فيها بين مفاسد ثلاث المعصيه والبدعه والشرك الاكبر وكان باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو اول باب فتح في الجاهليه للتشريع بغير اذن الله ولذلك كان هو اول باب سده القران بعد الشرك الاكبر فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تاليا لذكر العقائد حتى في السور المكيه كسوره الانعام والاعراف ويونس والنحل وغيرها ومما زاد موقعه هنا حسنا ان مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلا لمجيء حكم القبله في سياق ذكر مله ابراهيم فكلاهما فرع عظيم يتصل باصل عظيم الا ترى كيف ختم الكلام في شانه بمثل ما ختم به هناك من وعد المعاندين الذين يكتمون ما انزل الله اولا ترى كيف ان الاسلام جعل مسالتي القبله والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره كما يتميز بالشهاده والصلاه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله ورسوله انتهى الحديث وهو عند البخاري على ان بدعه التحريم بالراي في هذا الباب لم تقتصر على الفئة الخارجة عن الملة، بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيبهم عدوى الأمم قبلهم، إذ هموا أن يترهبوا ويحرموا على أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره، لا تحريمًا لما أحله الله منها، بل زهادة فيها وحملًا للنفس على الصبر عنها، بضرب من النذر أو اليمين أو العزيمة المصممة. فرد عليهم القران هذا الابتداع واغلق بابه اغلاقا حتى لا يكون مدرجه لما وراءه ونبههم ان من قضيه توحيدهم لله ان ينزلوا على حكمه فيما احل لهم قياما فيه بشريعه الشكر كما نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قياما فيه بشريعه الصبر "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون" فانظر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطئة لخطاب المؤمنين خاصة به وبما سيتلوه من الأحكام، كما أن خطاب الناس عامة بأركان الإسلام في صدر السورة كان توطئة لما تلاه من خطاب بني إسرائيل خاصة بدعوتهم إلى الدخول فيه قلبا وقالبا هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل والآن والآن وقد أخذت النفس أهبتها لتلقي سائر الأوامر والنواهي انظر كيف خطا إليها الخطوة الثالثة والأخيرة الخطوة الأخيرة إجمال الشرائع الدينية. أولاً: انظر إلى حسن التخلص في ربطه بين المقصد القديم والمقصد الجديد على وجه به يتصلان لفظًا، وبه ينفصلان حكمًا. فهو في جمعها لفظًا كأنه يضع إحدى قدميك عند آخر الماضي وثانيتهما عند أول المستقبل، ولكنه في تفريقها حكمًا بأداتي النفي والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعا إلى الأمام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن إلى آخر الآية. يقول: إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات، تلك المسألة التي شغلت بال المخالفين والمؤالفين نقدا وردا، ليست هي كل ما يطلب الاشتغال به من أمر البر. بل هي شعبة واحدة من جملة الشعب التي تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة خصاله، وإنما البر كلمة جامعة لخصال الخير كلها نظرية وعملية، في معاملة المخلوق وعبادة الخالق وتزكية الأخلاق، فبتلك الخصال جميعها فليشغل المؤمنون الصادقون. ثانياً: ثم انظر اليه حين اقدم على تفصيل تلك الخصال كيف انه لم يقبل عليها دفعه واحده بل اخذ يتدرج اليها في رفق ولين فتقدم بكلمه فوق الاجمال ودون التفصيل هي بمثابه فهرس لقواعد الايمان ولشرائع الاسلام ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه الايه ثالثا وانظر الى سرد قواعد الايمان هنا كيف عدل بها عن ترتيبها المطبوع الذي راعاه في صدر السوره غير مره فتراه هنا يجمع بين الطرفين الايمان بالله واليوم الاخر وختم بالواسطه الايمان بالملائكه والكتاب والنبيين ذلك لان من هذه الوسائط تعرف الاحكام الشرعيه وعن يدها تؤخذ فاخرها لتتصل بها تلك الاحكام حتى لا يحول بين الاصل وفرعه حائل ولذلك راعى ترتيب اركان هذه الواسطه فيما بينها فصدر بالملائكه وهم حمله الوحي وثنّى بالكتاب وهو الوحي المحمول، وثلَّث بالنبيين وهم مهبط الوحي، ومن هناك اتصل ببيان تلك الشرائع التي وصلت إلينا عن طريق النبوة. إلى هنا انتهى المقصد الثاني من مقاصد السورة،